السلام عليكم. قواعد التغيير الذهبية، هذا المقطع هو مكمل للمفتاح السابق والذي كان بعنوان المتابعة اليومية طريقة الدقيقتين يوميا. القاعدة الأولى: ركز في التغيير على ما أنت بحاجة إلى تغييره لا على ما تحب تغييره. اجعل في قائمة الأمور التي ستغيرها عادتين رئيسيتين محوريتين، إحداهما على المستوى الشخصي يمكنك أن تعرفها من مقطع سابق بعنوان العادة المحورية، والثانية على مستوى العلاقات يمكنك أن تعرفها من مقطع آخر بعنوان درس من السباحة. هاتان العادتان هما أهم عادتين يجب أن تعمل عليهما، وما سوى ذلك سيتغير تبعا لهما. القاعدة الثانية: لن تتغير ما لم تدفع. أهم اختبار لتعرف هل أنت جاد في التغيير أم لا هو أن تفرض على نفسك عقوبة في حال عدم التزامك. فلو كنت تريد أن تلتزم بمواعيدك فعليك أن تعاقب نفسك في كل مرة لا تلتزم فيها بالمواعيد. يمكن أن تكون العقوبة مالية بأن تتصدق بمبلغ تحدده مسبقا، أو إذا كنت تريد الإقلاع عن الغيبة فيمكن أن تكون العقوبة أن تستغفر مباشرة 100 مرة للشخص الذي اغتبته، وهكذا. هذه القاعدة ستجعل التزامك بالتغيير مضاعفة وستجعل التغيير أسرع بكثير. هذه القاعدة من أهم القواعد فلا تتجاهلها. القاعدة الثالثة: لا يمكن أن تغير أي شيء حتى تجعله قابلا للقياس. عندما تكتب في ورقة المتابعة اليومية أي نشاط أو عادة اجعله قابلا للقياس. فمثلا لو قلت أنك ستعلم أبنائك فيجب أن تجعل لذلك حدا أدنى، كأن تقول تعليم الأبناء نصف ساعة يوميا، وهكذا. القاعدة الرابعة: وطن نفسك على أن التغيير عملية صعبة وتحتاج وقتا طويلا. للأسف معظم من يتكلم في موضوع التغيير يصوره على أنه قرار تتخذه في لحظة ما فتنقلب بعده من حال إلى حال، ومن يستمعون لهذا الكلام ويؤمنون به يتخذون هذا القرار ثم يسقطون بعد فترة قصيرة محبطين ويظنون أنهم ضعيفو الإرادة وربما ييأسون من إعادة المحاولة. ليس الأمر كذلك أبدا، بل التغيير عملية صعبة تحتاج وقتا طويلا حتى تكتمل. وطن نفسك على هذا الأمر وسامحها عندما تتهاون وعندما تقصر وتفتر. عليك بالمتابعة والصبر، وعليك أيضا بالقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة والأخيرة: الدعاء. بعد أن أخذت بكل ما تستطيع من الأسباب توجه لرب الأرباب ومسبب الأسباب واطلب منه العون. كان بعض التابعين يصف حال الصحابة فيقول: كانوا يعملون حتى نقول لا يتوكلون، وكانوا يتوكلون حتى نقول لا يعملون. أدعو ربك سبحانه واطلب منه أن يعينك في التغيير، وحاشاه إن وجدك صادقا أن يخيبك. استعن بالله ولا تعجز. السلام عليكم.